ترى والله يا ابويا، هلا والله يا ابويا، تراك من جده يعني جده. ايش فيك؟ ايش فيك؟ عيال البطحاء باقي قليل بعدين يجي يخرج لنا قروض الطائف. ايش فيك؟ ايش فيها درباويه؟ هلا والله تبغى مويه؟ ايش فيك؟ نحن من متى نلبس قمصان وكشايدة كده زي اصحاب السعودية؟ يعني يوم ما قلدتوا تقلدوا هذولا؟ ايش فيها عيال الانستا؟ مع احترامي العيال الانستا كلهم، بس هذول يقول لك نعم دحين نحن اصحاب الفيسبوك، اصحاب الدقة القديمة، دحين هذول اصحاب الدقة الجديدة، اصحاب التيك توك والانستا. ايش في عيال بزران على قولة السعودية يا ابويا؟ بزران يسموهم، نحن نسميهم جهل، هم يسموهم بزران يا ابويا. هذول البزران من 2005 وما فوق يحتفلوا لي لابسين قمصان، نحن من بدنا نلبس قمصان. بعدين ليش تلبس قميص؟ يعني عشان انتش وقري ولا اقشع وقري؟ ايش في؟ بعدين تعال هنا، انت لو سالتك ايش هو 14 اكتوبر لا يمكن تجاوبنا نهائيا، انت مش داري حتى لما نزلت سميوه اليوم الوطني الجنوبي على اساس انك تقلد السعوديه يا ابويا. ترى والله عمك محمد بن سلمان يا ابويا تقلد السعوديه، عندهم يوم وطني وانت ما عندك. ايش من يوم وطني؟ هو ثوره، عيد ثوره، مش يوم وطني نهائيا، ما قد سمينا ابدا بحياتنا يوم وطني. مياسه ومياسه، ما قد شفت اقسم بالله العظيم في بنات، والله العظيم. ايش في؟ انا متحفظ على الفاظي. ايش بعدين من فين خرجوا؟ هذا السؤال، السؤال هذا من فين خرجوا؟ اصحابنا عيال عدن جالسين كيف يخرجوا له؟ سيارات جيب وسيارات فيراري وسيارات مدري من فين لقيتوا؟ هذول انتوا اللي ترحلتوا من السعوديه نزلتوا لعدن سالي تحتفلوا؟ هذول الناس عندهم نقص، نحن ما قد يوم لبسنا كشيده وهكذا والنظاره الشمسيه وجلس اسوي كذا وشفت حاجات كمان بنات يتراششوا مع العيال بالرغوه ويمدون عنع. اليوم الوطني السعودي شو تقلدوا هذولك؟ هذولك شباعه مرتاحين. انت تنكر ليش؟ انت حتى اهلك ما يعرفوكش. تقليد اعمى اقسم بالله وكسر، عير كسر. اليوم العالمي هذا اليوم النتعي الجنوبي اقسم بالله، هذا ما هوش اليوم الوطني. عيب عيب، احترموا الثواب، والله قدادكم لو دروا اقسم بالله يفرخوكم بلخ والله. ده انتم واكلين عليكم انكم لو اقل حوحو رجع انتم اللي بتحاربوا، يعني انا ما بقولش عليكم حتى تتفلوا. والله العظيم عيب عيب.